أهلا بيكم وحلقة جديدة من أجمل بيوت. هنعيش النهاردة مع بيت يعتبر درس في تكامل كل شيء مع بعضه، درس في تكامل العفش مع الديكور، درس في تكامل الألوان مع بعضها. في خط بيربط كل حاجة في البيت ده مع بعضها. هنعيش مع كل تفصيلة من تفاصيل البيت في أجمل بيوت. الريسبشن بتاع الفيلا معانا النهارده كله مفروش بطريقه سهله في الاستخدام، يعني مش عاملين المكان اساسا للضيوف، احنا عاملين مكان عشان نقدر نعيش فيه ونتعامل معاه. اول جزء بيقابلنا لما بندخل الريسبشن بتاع الفيلا ليفينج روم، لونها بني، الارضيات متكامله مع الالوان بتاعه الفرش، الارضيه الاساسيه بتاعه الفيلا رخام اسود، كل كورنر معمول الأرضية بتاعته باركيه متداخل مع الرخام، يعني في سجادة باركيه معمولة في نفس الكوان اللي مفروش فيه الأنتريه. الأنتريه متفصل من الجدار للجدار، يعني معمول تفيت السبيس اللي محطوط فيه. طبعا هو أنتريه يعني كومفورتابل معاه فوتيات، الباك جراوند بتاعته تجليد خشب مع السقف الساقط اللي موجود في السنترال اير كونديشن. الخلفيه بتاعت الانتري كان موجود فيها شباك اتعمل ازاز معشق. بنلاحظ ان الالوان اللي فيه هاديه، يعني ما استخدمش فيه الوان كتير عشان ما تعملش تضاد وتضارب مع الالوان بتاعت الفرش. الساتوريشن بتاعه كان موجود في وردات بسيطه، استخدام الألوان فيها بحذر ومدي جو ظريف وشياكة للمكان. محطوط قدام الإزاز ده أكسسوريز من الزجاج برضو، في من جزء منها ملون وفي جزء شفاف زي ما هو. الزرع بيكمل الديكور بتاع المكان، الأباجورات، كل الأكسسوريز كلها متكاملة مع بعض وبتتكلم بلغة واحدة. الانتري الثاني اللي في الريسبشن انتري ميكستشر ما بين عربي، يعني هو الجو العام بتاعه طراز عربي شويه او اورينتال. بنلاحظ ان اللون البوردو هو الغالب عليه سواء في الكوشنز بتاعته او في التنجيد بتاع الكنبه، حتى في اللون الاساسي بتاع السجاده. ودايما احنا بنلاحظ ان اللون بتاع السجاده بيبقى يعني مناسب للون بتاع التنجيد بتاع الانتري او الصالون اللي محطوط عليه، والنقشه بتكون برضو مناسبه، يعني دايما لو الانتري النقشه بتاعته صغيره بتبقى السجاده نقشتها صغيره والعكس بالعكس. حتى التابلو اللي محطوط على الحائط خلف الكنبه نفس الموتيفات اللي فيه اورينتال. اللون بتاع الباك جراوند بتاعته برضو نبيتي مع ذهبي، نفس الالوان المستخدمه في قماش التنجيد بتاع الكنبه. برضو بنلاحظ استمراريه التجليد بالخشب في الخلفيه بتاعه الانتري ده او الصالون ده، لان هو جاي من نفس الاكستنشن بتاع الليفنج روم او الانتري اللي قبله.
في طبعا الاكسسوارز بتاعت المكان سواء الترابيزات الوسط او البوف او الاباجورات، كلها برضو بتكمل الجو اللي احنا موجودين فيه. طبعا اهم حاجه في الموضوع ان احنا بنحس ان مفيش تضارب حتى في الستايل، وان كان الستايل فيه ميكستشر شويه او اكليكتيك، بس برضو في لاين واحد بيربط الجو مع بعضه. الإضاءة الطبيعية كان ليها دور مهم قوي في المكان. طبعا الستاير مهمة جدا، ودايما بنهتم بالستاير، وزي ما بنقول ان دايما الستاير بتبقى نيوترال، يعني ما بنحاولش نربط الستارة قوي بالفرش، بنحاول ان احنا نربط الستارة بالمكان. الكورنر الثالث اللي بننتقل إليه هو عبارة عن كورنر دائري، يعتبر قبلة الريسبشن بتاعنا. هو مهم جدا، يعني أنا شخصيا أول ما دخلت الريسبشن بتاع الفيلا هو لفت انتباهي، أو كان هو الفوكس، حتى إنه محطوط ما بين الصالون ده والصالون الدائري محطوط نيش اللي هو محراب، ومحطوط فيه جزء بتاع مأذنة جامع اللي هو الهلال اللي بيتحط، الهلال النحاس اللي بيتحط أعلى المأذنة، وده برضو بيأكد فكرة سيمبوليك إنه الدايرة دي أو الصالون الدائري ده هو قبلة المكان أو هو المحور اللي بيقوم عليه المكان. تشكيل الفراغ بدلالة الحجم، دلالة الحجوم، ده كان أول اكسرسايز في عمل ديكور المكان، ومنها جت الارتفاع الدبل هايت أو الارتفاع المزدوج في المكان. فين بنحط الفراغ يبقى عالي، وفين بيبقى منخفض، فين بيضيق وفين بيوسع، ده جزء من تشكيل الحجوم. المرحلة الثانية هي كتشكيل الفراغ برضو، بس بواسطة مسطحات. المسطحات هي الحوايط والأرضيات والأسقف. احنا اخترنا ان الكورنيشة ما تبقاش موجودة خالص، وده أكثر مناسبة لطبيعة الستايل الموجود أو الإحساس اللي كان مطلوب. الحوايط ما بين تجليد خشب في معظم الأماكن، وما بين حيطة مسيطرة على المكان حوالي 90 متر مربع. من رسم تشكيلي، الحياة عملت بواسطة فنان تشكيلي الله يرحمه، بس كان عمل تشكيلي في وقتها كان عمل تشكيلي كان مهم لفنان مهم.